شاء الله يعني هقدم لكم نبذة بسيطة جدا عن ان event get it in half an hour. اول حاجة ايه ال event ده؟ بما اننا في محاضرات كتيرة قوي بنتقفل منها في المحاضرة زي البار كده، وممكن ما نجمعش من الدكتور حتى لو شاطر مثلا، مركزناش في حاجات وقعت من هنا، مش عارفين، ممكن نكسل يعني نروح متأخر مثلا، فنكسل نذاكر المحاضرة وهكذا، تراكم على المحاضرات عشان خلاص. طيب الفكرة بتاعتنا ايه بقى؟ ان احنا نعمل فيديو بريزنتيشن بسيطة جدا لكل محاضرة، تلخصها في ربع ساعة بحيث ان محاضرات اليوم تخلص في نص ساعة. طيب ليه هنعمل فيديو؟ لان يعني عن تجربة انا شايف ان الفيديو هو الطريقة الامثل للتعلم. يعني انت يعني ممكن لو خدت في المحاضرة نسبة تعلمك مثلا 80%، انت ممكن تاخد من الفيديو نسبة 150%، لان ببساطة انت ممكن تعمل بوز at any time. ممكن يعني understand every information in this record. انت ممكن تكتب ورا الدكتور اللي بتسمع الفيديو كل حاجة بيقولها بدقة شديدة وما تعديش حاجة من غير ما تفهمها، انما في المحاضرة انت ممكن كذا حتة تقع منك، وممكن تبقى طالع من المحاضرة مش فاهم ايه الموضوع. فعشان كده يعني طلعت في النهاية فكرة الفيديو برزنتيشن. تمام، احنا مين؟ احنا طلبة زيكم في سنة تانية. هيبقى في ابليكانس ان شاء الله، الديدلاين بتاع الابليكيشن اول يوم العيد. ياريت يعني كل اللي ناوي ان شاء الله يملى معانا الابليكيشن، بس عشان نعرف ننظم مين اللي هيعمل الليكتشر الفلانية يوم كذا وكده يعني. طيب ان شاء الله يعني مطلوب من الابليكانس ان هم يعملوا assignment، اختاروا اي محاضرة من بره عايزين تعملوا عنها فيديو واعملوه، ويا ريت تختاروا اصعب المحاضرات لان ده هيبين مدى مهارتكم. تمام، لو لقيت الايفنت كومبيتاتيف قوي يعني ممكن اخلي اعمل فوت على الطلبة الافضل، يعني الطلبة على الاي اس ام هم اللي يعني هيعملوا الفوت على احسن الطلبة. بس اعتقد بما ان العدد قليل وده حاجة تزعلني ان احنا مش هنعمل فوت. تمام، طيب ايه الجولز بتاعتنا؟ ان شاء الله في موديول الانفكشن والاميونيتي احنا هنبدأ 20 اكتوبر، نحاول ان شاء الله قبل امتحان العملي يكون عامل لكم كذا فيديو يلخص البارا والمايكرو والفارما والباثولوجي والكوميونيتي ان شاء الله. تمام، ولو عرفنا الحاجات الصعبة في العملي نلخصها هيبقى شيء كويس قوي. طيب ايه الطموحات بتاعتنا؟ يعني هما كذا طموح. تمام، منهم ان احنا بدل ما نعمل محاضرة متلخصة في ربع ساعة، لا نحاول نعمل محاضرة زي ساعة كاملة، كأن الدكتور بيشرح، بس تكون محاضرة وافية وبتفهمك يعني أساسيات والحاجات الفرعية كمان، عشان تبقى فعلا دكتور فاهم كل حاجة، understand everything، يعني حتى اللي مش موجود في الكتاب نفسه، معلومات إضافية related اللي احنا بندرسه ده لازم تكون فاهمه، حاجات clinical يعني. هو ده طبعا محتاج مجهود كبير جدا من اللي هيعمل الفيديو ده، وربنا يكون في عوننا يعني، بس هنحاول ان شاء الله. وكمان عايزين نعمل quizzes online، وتكون time dependent، يعني على اساس ان الكويز اونلاين بيحطك كأنك قدام امتحان، وهنحاول نحط question والانسر ونعمل explanation. تمام، على اساس ان انت لو مش مذاكر حاجة ودخلت جاوبت كله غلط، على الاقل هتكون عرفت كل سؤال ليه صح وليه غلط وايه الاكسبلانيشن بتاع الصح والغلط دي. تمام، وهنحاول برضو نعمل ان شاء الله the ambitions طبعا، TBL، يعني هنحاول نجمع محاضرة TBL بشكل يكون مبسط اكتر، لان معظمنا مبيبقاش مستفيد من TBL، وكمان هو بيجيش في الامتحان تقريبا او بيجي بنسبة قليلة قوي، معظمنا بيطنشه. فاحنا عايزين برضو نستفيد من TBL ده بطريقة بحيث ان احنا نفهمه فعلا صح، ونفهم ايه الغرض منه وليه بيتدرس في الوقت ده. ايه البرامج اللي هنستخدمها؟ يعني هو في كذا برنامج. تمام، يعني لحد دلوقتي المحطوطين في الليست عندنا سكرين كاست اوماتيك، ده برنامج عن طريق النت اللي انا مسجل منه دلوقتي، ده مدته ربع ساعه بتشرح فيه. تمام، في كامتازيا ستوديو، ده برنامج مش معتمد على النت، ممكن تشرح في الوقت اللي انت عايزه وبعد كده ترفع الفيديو على اليوتيوب. في
برامج تانية اللي هي كأنك يعني زي برامج زي البينت كده، مش عارف هو حاجة سيميلر ليها بس انا مش عارفه بالظبط الصراحة، يعني طلبت من الناس تسأل عليه وكده. بس ان شاء الله يعني هنشوف اقتراحاتكم واللي انتوا عايزينه هيكون، يعني عشان يعني احنا كلنا تيم واحد بإذن الله. طيب ملحوظة أخيرة، يعني في ناس صحابي كلمتهم وكده لقيتهم مكسلين، أو يا إما مكسلين يا إما مش واثقين في نفسهم. مكسلين ده شأن بيهم، يعني إنما مش واثقين في نفسهم ما ده شيء سلبي، لأن أنت لازم أيا كان الحاجة اللي أنت عايز تخش فيها وشايف نفسك مش واثق فيها، فأنت لازم تجربها، لأن ده هيزود إيجابياتك وهيعلي من سلبياتك. فهتلاقي يعني هتلاقي الموضوع you can make it، موضوع أسهل جدا مما تتخيله. بس الفكرة إن يبقى فيه تيم ليه هدف واحد، إن شاء الله تيم من اتنين أو تيم من واحد يعني. بس هو الفكرة إن تيم يبقى ليه هدف واحد، إن هو يساعد الناس، دي في حد ذاتها كفاية للدنيا كلها. يعني أنت لو حطيت في نفسك إنك هتساعد الناس وهدفك مساعدة الناس، هتعرف تعمل أي حاجة. متخافش من مشكلة إن في حاجة نقط صعبة أو كده، أنت قدها، أنت تقدر تفهم، ربنا عز وجل أكرمك بالعقل اللي يخليك تفهم أصعب من كده مليون مرة يعني. بس شكرا جزيلا لك.